سالي، أولى محطاتنا لليوم رح نروح لمحطة خاصة نحكي فيها اليوم عن أحد أهم وأروع أجزاء الجسم وهو العين. هو شباك الروح مثل ما بيقولوا، هو اللي بيعطي الهوية الثابتة لكل إنسان مهما تغير أي شيء فيه، بس بيبقى العين هو البصمة الثابتة اللي ما بتتغير. طبعا هو من الأعضاء الحسية أيضا الأكثر تطورا بالجسم، لذلك نجد جزء كبير من الدماغ مسؤول عن الرؤية مقارنة ببقية الحواس. ومعنا اليوم الدكتورة فادية شموط اختصاصية أمراض العين وجراحتها، رح نحكي أكثر عن أشهر أمراض العين وكيفية علاجها. يسعد صباحك دكتورة وأهلا وسهلا فيك. مشاهدينا الكرام، دكتورة فادية شموط، يعني دائما نحن متعودين من خلال فقرتك هيك نطلع على شغلات يمكن عن جد هي بتكون مجهولة لنا أو مجهولة لكل حدا ممكن يتعرض، كلنا عم نتعرض لأمراض. خلينا هيك نتعرف عن أشهر مثل ما بيقولوا الأمراض اللي بتصيب العين. هلا بالنسبة للأمراض، أمراض العين كثيرة، تعرفوا نحن طبقات العين عنا عدة طبقات، تبلش من الملتحمة والأجفان وتنتهي بالشبكية. نعم. هلا في عنا أمراض نحن بتصيب الأجفان وبتصيب الملتحمة اللي رأسها على موضوع الالتهابات، ومثل ما شفنا نحن هلا بالصيف كثير عنا بتكثر الالتهابات التحسسية. نعم. نتيجة التعرض للشمس، للهواء، للغبرة، للحرارة العالية. الرمد الربيعي مرض شائع جدا بفترة الصيف، بيصيب الأطفال أكثر شيء، وبيصيب كمان كبار السن وخاصة اللي بيتعرضوا مثل ما حكينا للأشعة مثل الفلاحين أو اللي بيعملوا بالحقول. هلأ الأمراض الثانية عنا أمراض القرنية، كمان هلأ صارت شائعة لأنه نعم. كتير هلأ الناس تطلع للمسابح، للمنتزهات، للمزارع، بهالمناطق هي كمان بتكتر الإنتانات، فبيصير عنا كمان إنتانات على مستوى الملتحمة أو القرنية. الأمراض الأخرى الشائعة اللي بنشوفها بعياداتنا صرنا وخاصة عند الأعمار اللي فوق عمر الخمسين، هنا الأمراض المي البيضاء أو المي السوداء. نعم. المي البيضاء أو الكتاركت لا أو كثافة البلورة كتير هلا صارت شائعة، لكن من زمان ما يكتشفوها كتير لأنه كانت العالم ما تروح تنفحص إلا لما تشكي. هلا صار عندنا فحص العيني أوريدي، يعني كل واحد مجرد ما عم يشكي من تشوش رؤية عم يروح عند الطبيب وينفحص، فحص دوري تماما. فعم نشوف أنه صارت شائعة هالأمراض، ليش؟ لأنه طبيعة الجو عم تأثر بهالموضوع، طبيعة نعم. الغذاء بتأثر بهيك أمراض كمان، وبالإضافة لموضوع العامل الوراثي أكيد. هلأ في عنا أمراض الشبكية، أمراض الشبكية اللي هلأ كتير عم نشوفها هي مرضى عن مرضى السكري، اعتلالات الشبكية السكرية. نحن مريض السكري بنأكد عليه أنه دائما كل 6 أشهر لازم تفحص فحص دوري مشان تكتشف حالك أنه صار عندك مشكلة بالشبكية، اعتلال الشبكية السكري بفترة بمرحلته الأولى، لأنه بالمراحل المتقدمة كتير عم تكون القدرة البصرية متدنية. هلا هي كتير أمراض عم نشوفها نحن بعياداتنا، بالإضافة لموضوع أسوأ الانكسار اللي هو النظارة. المرضى بيجوا لما بيقول لك نحن ما عم نشوف، أول شيء بنفحص موضوع سوء الانكسار، يعني إذا عنده نقص، عنده مد، عنده انحراف، بنبلش بموضوع النظارة وبينتهي بموضوع تصحيح البصر بالليزك. نعم. كمان دكتورة، يعني خلال هاي الفترة عم نشوف انتشار طبعا التكنولوجيا، التابلت، الموبايل بين الكبار والصغار، صار في كتير ناس عم بيعانوا من الجفاف بسبب خليني أقول قاعدة وراء الأجهزة لفترات طويلة. نحكي عن بعض هاي الأمراض اللي أدت فيها التكنولوجيا سواء التلفزيون أو الحاسب. هلا هي تقريبا كل الأجهزة الرقمية عم تأثر على العين، عم تأثر على العين من حيث مو بس الجفاف، حتى بتعمل إرهاق العين. يعني حتى نحن الأطفال هلا معظم الأطفال عم يراجعونا إنه بدهم نظارة، بيقولنا الأهل نحن ما عنا عامل وراثي، يعني لا أنا بلبس نظارة ولا مثلا الأب بيلبس نظارة، ليش الطفل عم يلبس من القعدة على الكمبيوتر والموبايل؟ ابنك قديش عم يقعد طول النهار ماسك التاب، طول النهار ماسك الموبايل، هي غلط كبير. موضوع الدراي آي مقدور عليه لأنه نحن العين الجافة عم نعطي ناتشورال تيرز، يعني دمع صناعي عم يمشي الحال وعم يعني عم يرتاح المريض، لأنه في عندك مثلا طلاب دراستهم كلها على الكمبيوتر. نعم. في عندك ناس أشغالك كلها على الكمبيوتر، ما بتحسي تريها لا تشتغلي أو لا تسي. صحيح. طيب شو الحل يا دكتور؟ معلش خلي دائما في بجيبتنا دمع صناعي مرطب ناتشورال تيرز، وخلي فترة راحة، يعني دائما بأكد عليهم نحن عندنا مثلا فترات ساعات قاعدة على الموبايل. في نظارات دكتورة عم هلا عم بيروجوا لها انه هي فيها عدسة تعكس مضبوطة هي ولا ممكن تأثر على النظر؟ هي ما بتنقي إصابة بشكل نهائي، لكن بتخففها، يعني نحن بتريح شوي، عرفتي علي؟ شو مثل العكازة للعين، بحيث انه انا مثلا عندي مجهود زيادة دراسي على اللابتوب او على الكمبيوتر. نعم. طيب اوريدي معلش حط النظارة
خذ قطرة ناتشورال تيرز، ريح حالك شوي بين كل نص ساعة ونص ساعة عمل على الكمبيوتر، هيك بتعمل وقاية من الإصابة. صحيح، يمكن دكتورة، وهذا الحديث ينطبق على العاملين لمدة طويلة وراء شاشات الكمبيوتر، غير الأطفال أيضا اللي بيشتغلوا كمان أحيانا 12 ساعة. تمام. يعني بيضلوا 12 ساعة يمكن، ومثل ما ذكرت سلمى عن هيدي العدسة الجديدة ممكن تخفف، يعني هي طريقة للتخفيف. طيب دكتورة، خلينا نحكي عن الإهمال. يعني نحن أحيانا منهمل الشيء حتى يتفاقم، يعني ما بنعود من لحقه مثل ما بيقولوا، مثل ما إذا نحن دغري رحنا عند الطبيب ممكن العلاج يختلف بالمراحل الأولى. قدامه أنه عند الإحساس بأي موضوع معين بالعين، سواء حتى إذا اللون تغير، البياض يكون ضغط شوي، فنراجع الطبيب قدامهم. هلأ المشكلة وين؟ نحن في عنا مشكلة أنه نحن المرضى معظم اللي بيراجعونا بيبلشوا بهالقصة، أنه يا دكتورة نحن حمرت عيننا، رحنا على الصيدلية أخذنا قطرة مشان ليك كل مالها زادت. معناته نحن بلشنا ببداية غلط. نحن ممكن ما حمرت العين أو حكتنا عيننا أو حسينا بتغبيش بسيط، الصيدلي لحننا المشكلة. صحيح. نحن في عنا فحص على سليت لم. ليش نحن نفحص على سليت لم ما بنفحص بالعين المجردة؟ لأنه في العادة بنشوفها على السليت لم أو على المكبر أكثر ما تشوفيها بالعين المجردة، وخاصة موضوع الإنتانات، التهابات القرنية، ارتفاع ضغط العين، مثل ما حكينا الكتاركت، نزوف الشبكية، هي ما بتبين معه لا للصيدلي ولا حتى لطبيب العيون إذا شافوا هيك بالعين المجردة. لابد من فحص دقيق على جهاز السليت لم، وأحيانا من التصوير العين لنكتشف المرض. كل شيء اكتشافه بمراحل مبكرة طبعا أفضل من مراحل متأخرة. يعني موضوع الإنتانات لا سمح الله إذا انصابت القرنية وصارت الإنتانات بالطبقات العميقة، ممكن المريض يفقد قرنيته وبالتالي يفقد رؤية. موضوع نزوف الشبكية أو ارتفاع ضغط العين ممكن تأثر على العصب البصري، وكمان يجينا المريض بمراحل متأخرة كمان ما نحسن نعمل له شيء. يعني في كتير أحيانا المريض بيقول لي دكتورة أنا إذا هلأ عالجتيني لح أرجع أشوف، له لا أنا رح أقدم لك علاج لحافظ لك على ما تبقى من الرؤية، لأنه الشيء اللي الأذى عندك أنت متأخر فيه، كان المفروض تعالجه من زمان. متفق. كمان دكتورة بعض الأشخاص بيظهر لهم نوع من أنواع النتوءات الصغيرة بقلب الجفن من جوا بقلب العين، في ناس بتقول لهم هي حبة شيلوها، وفي ناس بتقول لهم كوها، وبتتعدد الآراء، وفي ناس بتقول وفي ناس بتقول الجنتاميسين هو حل لأي شيء، أي شيء بالعين حطوا جنتاميسين بيمشي الحال. بعض هاي الحالات ممكن يكون صح، وقد ممكن يكون عم تفاقم الموضوع. هلا نحن كثير بيجونا أحيانا حالات مثل ما حكيتي، هذا الحبة الصغيرة نحن بنقول له العامي الجنجل، هي الستايل أو التهاب الجريب الشعري. فهي نحن بالبداية كثير بيجوا لي والله دكتورة ليكي كانت صغيرة ولكي شلون كبرت، شو قلتي؟ لا إيه والله عصرتها ماشي، أو مثل ما قلتي حطيت لها جي ما يصير. وهي هلا نحن بهيك حالة لازم المريض ما يقرب عليها أبدا، يعني يحط لها قطرة، في قطرات خاصة فيها أنتي بيوتيك ومراهم كمان خاصة فيها أنتي بيوتيك، وأهم من هيك الكمادات الدافية. والأهم من هالشيء كله أنه المريض ما يتعرض للهواء، للغبرة، لأشعة الشمس. يعني بيقول لك أنا والله حطيت جنتاميسين وطلعت مثلا لأشعة الشمس، حطيت جنتاميسين وطلعت سبحت، ما في هيك حالة، هي حالة انفكشن. يعني انفكشن هي معدية أول شيء، يعني إذا راح على تماس مع الآخرين بده يعديهم، وهي بنفس الوقت كمان إذا ما تعالجت بطريقة صحيحة ممكن هالكيزة الصغيرة تتليف ونضطر ساعتها نعمل لها جراحة. نعم. طبعا الجراحة لها طرق خاصة، صارت لها عم تتساوى من الطبقة الداخلية، يعني من الملتحمة ما من الخارج، بدون قطب، لكن لها أدوات الخاصة بطريقة عقيمة بتنقام وبالعيادة، لا بتنشال لا بإبرة ولا بعصر. يمكن يعني ملاحظة أو خلينا نقول نصيحة هي للكل اللي عم بيتابعنا، أنه ما يقرب العين، ما بيتقرب عليها مثل ما بيقولوا. صحيح هي محمية من رب العالمين، ولكن نحن بنأذي أحيانا، يعني بس نشوف شغلات بقلب عيننا مثل ما قلتي بناصرها بدل ما نروح عند الدكتور، فهو استشارة الطبيب هي الأساس. خلينا نحكي، سمعنا مؤخرا عن الخلايا الجذعية، يمكن بدنا نتعرف هيك عليها من حضرتك، نشوف إذا لها فايدة. الخلايا الجذعية هي نحن نسميها الخلايا الأم، ستيم سيلز، يعني هي اللي بتولد كل أعضاء الجسم. يعني نحن عندنا خلايا جذعية بالعين هي المسؤولة عن تجدد طبقات العين، عندنا خلايا جذعية بالجلد، خلايا جذعية بالقلب، بالأمعاء، كل منطقة بجسمنا، بالدم في خلايا جذعية، وهي هي الخلايا الفتية المسؤولة عن هلا نحن مرقت علينا فترة أنه في أمراض صارت، يعني أمراض نادرة لكن هي أمراض مهمة جدا،
تستدعي انه يكون في عندنا شيء اسمه خلايا جذعيه لتوليد خلايا فتيه وتجديد حاله العضو المريض. شفنا من فتره افتتاح مركز برعايه السيده الاولى عن الخلايا الجذعيه لمرضى الاطفال السرطان اللي بيهتم بالاطفال خاصه بين العمر اشهر لعمر 14 سنه. وهذا المركز كثير عمل نقله نوعيه لانه موضوع الخلايا الجذعيه هلا هو معول عليه عالميا مو بس عنا، لكثير امراض ما كنا عم نلاقي لها حل صارت الخلايا الجذعيه هي عم تلاقي لها حل. هلا بالنسبه للعين احنا عنا كثير امراض وهي موضوع اكثر شيء اللي شفناهم بفتره الحرب. نعم. اللي هي الحروق اللي كانت عم تصيب القرنيه، كنا مريض بحاله حرق قرنيه احيانا بنوقف عاجزين على انه ما بنحسن نعمل شيء لانه طبقات القرنيه كلها رايحه بحاجه لقرنيه جديده. نعم. عمليه صعبه وبدا. نعم. بحاجه لتبرع ايضا. نعم. يعني فنحن حتى اذا ما عندك ستيم سيلز ما عندك خلايا جذعيه لو زرعتي قرنيه بتسبق العمليه بالفشل لانه ما في يولد متجدده. تماما. فنحن هلا معولين عليها بهذا الموضوع بانه يصير عندنا ان شاء الله يعني خلايا جذعيه لكل اعضاء الجسم بحيث اي مرض ما عم نلاقي له حل او مثلا بده خلايا متجدده نحسن نفيد المريض فيه. ان شاء الله دكتوره، يعني دائما العلم في تطور والطب ايضا خلينا نحطه بين قوسين في تطور ان شاء الله يا رب. حتى هيك انتم بحس الدكاتره بيفرحوا بس يكون في علاج لشيء معين. طبعاً طبعاً. او يعني دائما نسعى لي انه يكون المريض باحسن حال ان شاء الله ما حدا بيصيبه شيء. خلينا نحكي ايضا عن هلا مثل ما بنعرف حكيتي بالبدايه بفصل الصيف انه مسابح كلور بتتعرض للعين، حتى الاطفال ممكن يكون ايدهم بشيء يحطوها بعينهم فعم يتعرضوا لكثير قصص. في نصائح هيك معينه خاصه بهذا الفصل يعني ومع انتشار الامراض، يعني ما خلصنا من كورونا كنا عم نحكي اليوم يعني في موجه هلا كثير قويه كورونا، فيعني شو فينا هلا بالنسبه للاطفال؟ انا كثير باكد على الاهل موضوع الفحص الدوري. ليش؟ لانه عم نعاني من موضوع مو بس الالتهابات، يعني هلا الالتهابات لما عم تجي عند الاطفال ما في مشكله، الطفل مناعته منيحه، تحسي تعطيه مثل ما حكينا انتي بيوتيك وتعطيه شويه تعليمات للاهل، غسيل دائما خلي الطفل يغسل ايديه يغسل وشه، اذا طلع مثلا لعب راح على المسبح دائما يكون في تنظيف بعد هالمرحله هي. بس الاهم من هيك نحن موضوع الكسل اللي عم يجينا عند الاطفال، يعني الطفل عم يجي احيانا احد العينتين ما عم يكون شايف فيها والاهل منتبهين له. فالضروري الاهل انه يفحصوا الولد. يعني انا من كم يوم اجاني طفل قال لي ابو انا ما كان ابني عم يعاني وبيشوف التلفزيون مزبوط. ايه مزبوط، لانه عنده العين اليسرى عم يشوف فيها عين 10 على 10 لكن العين اليمنى ما عم يشوف فيها 1 على 10. طلع الطفل عنده مي بيضة. انه بتستغرب معقول الطفل عنده ايه ما عنده مي بيضة؟ نتيجه انه هالولد واقع اكل رط من فتره سنه والاهل ما اخذوا عطوا فيها، لا هو وقع على عينه يمكن احمرت شوي العين مثل ما هي اخذوا له قطره هيك بسيطه خلص راح الاحمرار راحت المشكله معناته. ما كانوا عم يتابعوا انه انت عم تشوف بها العين مثل هالعين، عطي العين وعم تشوف انه مثل يعني هي. والطفل احيانا ما بيقدر يدرك يعني ما بيعبر بالطريقه الصحيحه، عم يشوف بالعين الثانيه معناته نحن مزبوط شغلنا صح. يعني فلازم الاهل انه معلش افحص ابنك فحص دوري مشان نشوف انه عم يشوف بالعينتين بشكل متساوي. اكيد اذا العين وحده منهم ما شافت بقدر العين الثانيه رح ينتهي بشيء اسمه امبلوبيا او غطش او كسل ورح نروح عليه فرصه استعاده الرؤيه مره ثانيه. اكيد. طيب دكتوره كمان من الامراض الشائعه واللي بنسمع عنها كثير اللي هي امراض التحسسيه مثل الرمد، مثل كثير انواع من الحساسيه اللي بتتهيج يمكن العين فيها خلال فترات موسميه سواء الربيع او الخريف، خلينا نحكي عن بعض هي الانواع التحسسيه. هلا الامراض التحسسيه كثيره، في شيء له علاقه بالفصل مثل ما حكينا، هو الرمد الربيعي مو بس بالربيع، يعني بتلاقي المريض طول فترة الصيف عم يعاني، بس ليش سموه رمد ربيعي؟ لأنه بيجي فترة الربيع، أول ما يبلش يطلع الزهر وبتبلش الحرارة ترتفع ببلش بقى المريض بأعراض حرقة، حكة، دماء، بتلاقي حتى بيقول لك أنا ما عم أحسن أطلع بالضوء، يعني فلذلك نحن هيك حالات طبعاً بنعطي أطرات ملطفة ضروري تكون هالأطرات باستشارة الطبيب، ليش؟ لأنه الرمد الربيعي بيعتمد كثير على العلاج بالكورتيزون. الكورتيزون سلاح ذو حدين، يعني بيريح بس بنفس الوقت بيعمل اختلاطات تماما.
احيانا بيجونا مرضى الرمد الربيعي مرتاحين على قطعه الكورتيزون، لكن اخذوها من حالهم فتره طويله انه خلص اعطاها الطبيب انه خلص رح نجددها بشكل مستمر. مضاعفاتها ممكن تعمل لك كاتاركت، ممكن تعمل جلوكوما، يعني يجينا المريض بحاله مي بيضاء او ارتفاع ضغط العين. ولما بيصير ارتفاع ضغط العين بيصير معند كثير، بيعذبنا بالعلاج. فلذلك نحن بنحرص على انه نعم رح تاخذ انت قطره الكورتيزون، لكن رح تاخذها بفترات محدده ورح توقفها بشكل متدرج مشان ما تاثر علينا. نعم. هو دائما يمكن بيقولوا انه الكورتيزون لازم يكون استخدامه باعتدال. صحيح. وبطريقه متدرجه، ادخاله للجسم واخراجه سواء حب ولا اي نوع من انواع الكورتيزون. طبعا هو نحن بنسميه الدواء السحري. يعني هو لما المريض عم يرتاح عليه بشكل جيد عم يقول لك هذا هو، مو هذا هو لفترة طويلة، مؤقت. هذا الفترة مؤقتة بعد منا من تيل الأنتي هستامي للأطرات المرطبة كمان بتساعد بالآفات. نعم. التحسسية. وأهم شيء من الأمراض التحسسية هو الوقاية. يعني أنا بقول دائما المريض أنت شوف حالك شو اللي أكثر شيء عم يحسسك بعد عنه. يعني مثلا نحن على سبيل الفتيات المكياج بتقول لك والله أنا كل ما حطيت قلم كحلة عيني حمرت، أو بتنام بالمسكرة. تمام. كمان يعني كل ما حطيت كونتاكت لينز عدسات لاصقة عيني حمرت. طيب خلص معناته أنت شيء تحسستي منه بعدي عنه، مو والله أنا بحطه وبنفس الوقت يا دكتورة أعطيني شيء ما أتحسس. 100% هو الوقاية أفضل من العلاج بهيك حالات. صحيح. دكتورة شو القطرات هيك يعني اللي فيها كل يوم الواحد يستخدمها بلا ما تسبب مثلا، لا يعني كمان ما يشتريها بطريقة عشوائية من الصيدلية تكون فيها كورتيزون يكون فيها أنتيبيوتيك والعين هي ما أنا بحاجة، يعني شو فيه يحط هيك الإنسان شيء بمرطب خاصة مثلا اللي عنده حتى اللي بيحط نظارات طبية شو فيه يحط؟ هلا الناتشورال تيرز او الدمع الصناعي هي ماده امنه، يعني بامكانه ايوه مثلا ياخذها بشكل مستمر ما بيأثر، لكن رغم هالشيء الحمد لله خذها باستشاره الطبيب لانه هي كمان فيها مواد حافظه. في مواد هلا نزلت كمان على السوق ما فيها مواد حافظه قليله، من خيره ساعتها للمريض اذا بس مدتها قليله. هلا نحن دائما كل الاطرات بنقول له بعد 20 يوم للمريض خلص، يعني مو مثلا يا دكتور عندي هالقطره من شهرين معلش اخذها هيك رطب فيها عيوني؟ لا طبعا مو معلش، لانه القطره لما انفتحت تعرضت للهواء الخارجي وبالتالي هي فقدت عقامتها، وبالتالي ممكن صحيح هي تريحك من ناحيه الترطيب لكن ممكن تعمل لك انفكشن التهاب. فلذلك لا نحن بنقول للمريض حتى القطرات القديمه بتتخلص منها بتاخذ قطرات جديده، فيها بتستدعي انه تكون بمناطق اماكن بارده. تمام. ما بيصير انه تكون مثلا دائما باشعه الشمس او والله انا دائما حاطه بجيبتي او بالسياره، كمان هي ممكن احنا تاثر على العين. الناتشورال تيرز بامكانه ياخذها بشكل مستمر، في بعض القطرات ممكن ياخذها لفتره شهور مثلا اللي فيها انتي هيستامين مضاد تحسس كمان. شو رايك بالشاي ولا هي؟ انا بشجع احيانا المريض انه كمادات البابونج وكمادات الشاي حلو كثير منيحه، مو بس للراحه حتى للهالات داير العين لما تكون مريض. هي منيحة إياها كثير من وراء الشغل. ايه بس السهر وكذا بيعمل هالات احيانا داير العين، وهي احيانا ما بيكون لها حل جذري، فبنقول للمريض معلش كمادات الشاي كمادات البابونج ممكن نحن نغليه نستناه ليبرد ونحطه على عيننا فتره 10 دقائق ربع ساعه ونحن مغمضين بتريح لنا العين. نعم. دكتورة كمان يعني في ناس كثير بنسمع انه انا بحب يكون لون بياض عيني صافي، لون بياض عيني على زراء، فبيروحوا بيجيبوا قطرة معينة لهذا الشيء، صحة هذا الشيء مزبوط انا بقدر هيك اعمل او لا هذا غلط؟ لا والله هلا نحن ما بننصح هي، لانه هذا لون العين هي طبيعة بالعين، الا اذا كان في حالات التهابات بتتعالج، بس في ناس تقول لك انا هيك دائما لون عيني على شوي على رمادي، عندي الاوعيه دائما محتقنه لانه هي انه لمعه انه هي جماليات بياض البياض العين. هو هذا البياض، ما هو الابيض كله فيه اوعيه دمويه، فبتلاقي في ناس البياض عينهم عاطي شوي على زراء او على صفار، دائما معكر، عرفت علي؟ شو ماله رونق يعني. فبهيك حالات هلا في ناس مثلا مهنتها السهر، الاعداد فتره على الكمبيوتر، او مثلا التعامل مع بعض المواد اللي ريحه مواد كيماويه تعمل شيء اسمه تنكس بالملتحمة، فبالتالي تفقد العين رونقها. هلا في أطرات الناتشورال تيرز ما بتأثر، بس في أطرات فيها مادة الناتشورال تيرز وفي بقلب منها مقبض وعائي. هالمقبض الوعائي وقت بياخذه المريض بتلاقي الأوعية الدموية المحتقنة كلياتها بتروح، وبالتالي بيرجع البياض باي بتصفى العين. هلا هي والله هي نحن ما بننصح فيها بشكل دائم، لأنه إذا اعتاد عليها مشكلة، بالتالي شو بيصير بعد منها ما عاد بيحسن، يعني لما بيوقفها بينتكس بشكل أسوأ من أول، فلذلك ما بنصح فيها بشكل دائم. تمام. يعني خلي الواحد هيك كل شيء مثل ما بيقولوا طبيعي، وإذا كان في حالة مرضية تعالج باستشارة الطبيب وما
يشوفه الطبيب هو علاج ملائم. يعني مع يعني هالنصائح وهالمعلومات تكون فقرتنا خلصت معك دكتورة. نشكر وجودك معنا. شكرا لكم كثير. بدنا نشكر النصائح ايضا. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. شكرا لك دكتورة. اهلا وسهلا، يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا فيكي. اما هلا سلمى بدنا نروح للسويدة.